يا مرحبا الساع، يا اهلا وسهلا في حلقة جديدة من فاكتوريو. المرضى وين الكاباسيتر؟ الحين ما انا بالكاباسيتر، الحين بالسولار بانل نفسه والسب ستيشن. فشو بنسوي الحين؟ الحين الخطة كالتالي. الخطة اني انا اخذت من لان تشوف الالكتريك سيركت هني زايد، مش قاعد استعمله. فشو بسوي؟ خلنا نمسح هاي. فشو ابغى اسوي؟ ابغى اجيب لحظة، خلنا اسوي لك كم حبة من هاي. ابغى اجيب ال 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 يا جماعة ذكروني. هذا كيف احسن طريقة اجيب هذا؟ اوكي، بجيب هني سبلتر وبمسح هذا، وبجيب هني بسوي لازم مصنع احزمة. نحن مثل عالم الناس، والله لازم نسوي مصنع احزمة انتاجيته عالية جدا تكون، ان الوضع ما يقدر بالطريقة هاي. انزل، خلوني امسح هذا. انزل، يبغى لي شي ثاني حق السولار بانل. فانا اتوقع انكم فهمتوا شو صار. ماشي، جبت هذا وسويت ستيل ما الى هنالك، يعني روتين روتين. نحن ثالث موسم فاكتوريو، ف في وايد شغلات انا مش قاعد اشرحها، متمني انكم تعرفونها كلها اصلا. فاذا شيء مش عارفين خبروني اساس اشرح لكم اياها مره ثانيه من اول وجديد، ما عندي مشكله. اوكي، هذا هو هني، نجيب الاثنين من هاي، الاثنين من هاي، نجيب من هذا. اوكي، وهذا راح يكون مصنع السولر بانل هني سيستم. يعني اروم الحين اغرق السيستم، شو كهرباء ما عندي اي مشكلة تقريبا، لان عندي باقي سب ستيشن. خلنا نسوي بحث على الرصاص يستوي. لا ما اقدر، خلينا نسوي لوجيستيك ترش. بستعمله هذا، استعمله. شوف الروبوتات قاعد تزيد ترى عندي، يم يزيدون، بس محتاج مركز روبو بورت على اساس انه مع كل بلان يكون في روبو بورت جاهز اوريدي منتج. ما له داعي انتج روبو بورت من اول وجديد. لحظة، شو يبغى روبو بورت؟ خلي هذا حق الحلقة الجاية، لأن سالفته شوي سالفة. يبغى له ادفانس سيركت، وأي شي فيه ادفانس سيركت مو داني إني أحطه في الإنتاج. انزين، خلنا نحط الصناديق جدود. أنت ما أظني بنحتاج في وقت، أقول دام ما عندك شغل غير هذا صنع الصناع. لحظة، ما عندك غير هذا تصنع. نبى نسوي هذا، ايه نزيد انتاجيته شوي قبل السبلتر، مش بعده، اساس ينتج اكثر شوي. شو ناقصني انا؟ شو بليت ولا ستيل ولا؟ والله الستيل عندي احس شوي ناقص. اي سده، اي سده حطي له مدرس. اوكي ممتاز، ها كله كهرباء على فكرة، سريعين اصلا يعني مو باينين مع السولار بعد. يو
رقم واحد. الحين نبل سب ستيشن. سب ستيشن يبالي نفس الشيء بس زاد ادفانس سيركت. ده مو ادفانس سيركت هو على الراس. لحظة، ما ان عندنا نحن هني ادفانس سيركت اوريدي اصلا جاهز. خلنا شو نسوي؟ طيب ادفانس سيركت من وين؟ من هني ابو فلتر انسرتر. وين صار؟ ادفانس سيركت شوفوا هاي توصيلة مال ابو عطاير. وبنسوي مثال حي كيف انه ينتج على فكرة. بكمل بس على هذا. اوكي في مجال تعال هني تعال هني. اوكي هذا المجال الفعلي يا جماعة الخير. الوضع قام يصير في وصلات وايد ترى. هني نبدأ نضيع ترى شوي فاكتوري مرات. مو زين. هني شو يباله بعد؟ سيرفيس ستيشن هذا كل اللي يباله فقط لا غير. وشو نسوي؟ واحد واحد اثنين مشكلة أمور طيبة. في كهرباء؟ لا يبالي كهرباء. وين يبالي هني؟ طيب كهرباء توصيلات خلاص المفروض تعرفين انتو ايش سالفته ايش شغلته ولا يسوي بالطريقة هاي. انزين بس شو بسوي الحين؟ بكثر انتاج الفولات شوي. لحظة اوكي هذا الموضوع كله. نرجع هذا الانتاج لهذا المكان. اوكي بس انتهى بكل بساطة. هذا بيزيد انتاج الحين عليكم. نسوي ريسيرش ثاني. بسوي مثال وبنهي الحلقة. بس هذا ما ادري اذا يكفي الصراحة. ما علم بس يكفي دام انه قاعد ينتج يسد. مش محتاج انتج مليون من انا. والله محتاج انتج مليون منه بصراحة. سبستيشن كم يبغاله؟ 5 10 5. اوكي ما يبغى الويد. وهذا هني لحظة خلنا نعكس هذا. ومش هذا
ايش الشيء، لحظة ولا ايش هذا، خلاص هاي السالفة. هذا هو الموضوع كله، نعطيه المجال لابني قد ما يبغى، نعطيه المجال لابني قد ما يبغى. الحين عندي سب ستيشن هنا، مو خلنا نشوف، بنبني التست الحين عقب شوي، بس القطع مش كفاية، ها مش كفاية، مصنع واحد مش كفاية. بس هي مصنع ثاني بسيطة، عفوا ما يبغى هي ثاني. شو نسوي؟ نيو بلو برنت، هذا هني هني بالتكتك شوي. اوكي بوزع عادي، بوزع هذا بحتاج من هذا، بس امره بسيط، امره وايد بسيط هذا، بس ليش ما احط لي اياه هني؟ ما اعرف وين هو، اموره طيبه. نبا اندر جراوند بيلت، اوكي هذا وصل هني، عادي مرة طيبة. وبقى ارجع، مش ارجع لا، بغير اماكن الانتاج، ما بخبركم شو بسوي الحين. الحين ان عندي انتاج كافي اصلا حق واحد ثاني، بس خليه يوصل كل شيء. برايكم شو هذا بيوصل لين؟ هنا هنا هذا بيكون هني، وهذا بيكون ساير مكانين، لأن هنا ما يحتاج انتاج ثقيل، بس هنا يحتاج. شوفوا لحظة، باتري اكويبمنت انسرت تو ستور تو اكسس انرجي ليتر. اوكي انزين، الحين هذا اللي بيسوي لنا انه شل هذا الانتاج اللي هني، يقى وين؟ يقى الحزام هذا، وهذا راح يزيد الانتاجية هنا. بالطريقة هاي نحن شو سوينا؟ خلينا انتاجية حق ال هذا، سوينا انتاجية حق ألواح الطاقة الشمسية وسب ستيشن زيادة. هني يكون سولار
بلس ستيشن. شوفوا نعرفه من بعيد. هذا بيكون شو اللي هو كاباسيتر اتوقع. هاي السبرينج وانا مش متأكد اتوقع. زين كمان 11 بستيشن 39. هذا الحين بيزيد النتاج مفروض ما زاد. خلاص خلنا نزيد هاي. بس بزيد التوجيه باب المناسب. نحتاج استير قد ما نبغى قد ما نقدر بالاحرى، لان هاي يسهل يكون استير الصراحه. اي والله يسهل يكون استير. وهذا بعد يحتاج ستيل. عندي هني خط توي اتذكر اني ما استعمله، فشو ابغى اسوي؟ ابغى اجيب هذا اخليه خط انتاج ستيل. بحاول اعزز في هذاك الخط اذا استوى، اذا ما استوى برايك. صوته يوم احطيه ضخم. اوكي الحين يبالي هذا فول. وهني بسحبه. هذا الكهرباء. الحين هذا أبغيبه عندي خط ما استعمله وما استعمله، ليش ما استفيد منه بدل ما هو واقف؟ بالافران الجديدة بعد. بس الافران الجديدة ترى تستهلك كهرباء يعني. بس اوكي هو راح الفرن الجديد صح انه يستهلك كهرباء، بس بينتج لي شيء ينتج كهرباء يعني ما في النهاية. هني ينتج شيء 15 ينتج خفيف. هاي يكفينا تقريبا نص سيستم الحين، مش سيستم كامل. هذا اذا زاد بعد ما اظن بيزيد. ما خط الانتاج راح يكون اتصور شبه محصور على شو اسمه. خلنا نوصله. مو بترياهم. شو اقدر اطور هذا باور ارمر؟ يبالنا ارمر عقب حق انترتش روبوتات والسوالف. عندي 75 17 سبستيشن. سبستيشن احتاج تقريبا 4 حق كل محطة فقط لا غير.
وهذا كم عندي منه الحين؟ آه صح ذكرت، نوبوليتات عن الظلمة ما دانيها. ليتات بروح يصير فيها كهرباء بس طف. خلي احطهم ليتات عن الظلمة اللي ما لها داعي. انزين الحين بنسوي تست عليه. اثنين ثلاث فراغات، أربعة أربعة ولا ثلاثة؟ ها ثلاثة. أوكي هذا بيوصل الاثنين في بعض، بيكفيني المكان حق أربعة. شوف 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 كيف يتناقع يوم بتطلع الشمس بيبين كل شيء. بس مفروض عندي في السيستم كل شيء، بس إلا الروبورت ما عندي. روبورت ما عندي ابدا، يبالي اسوي روبورت. لحظة شل من هايل، عندي 200 حق أربعة. أبا من هذا، لحظة خلني أشيل هذا زين، وأبا ستيل من فوق. وش اللي مش مهني فوق؟ ما استعمل وايد ستيل أظني. آخر مرة كان بدي ينقص، بس الحين خلني أشوف موجود موجود. استهلاك شبه معدوم هني. واحد بس لو ما يكفي. اثنين ثلاث اربع يكفي. الحين لازم نربط بورت في الموضوع كله. موضوع ربط بورت كله مش اساس، لان ليش ربط بورت هذا بحطيه في اللوجستيك اساس هم يشلونه. ما اعرف اذا الدفاع بيكفي من الحين ساعه ترى. روبورت هذا روبورت، وش اللي بحطه هنا؟ خلهم يشلونه ويوصلنا اللوجيستيك تشين كله في بعض. كل واحد له روبورت ماله بروحه. وقياسه ممتاز صراحة. شوف انا بعد هجوم فوق، شوف المنطقة اللي 24 ساعة هجوم، كم يدافعون المسدسات ويدمرون. والله قاموا كل شوي يستوون اقوى. لازم ابدا اسوي ليزر، لازم ابدا اسوي ليزر جد جد لازم ليزر. انا ما قام يكفي. لازم اسوي مصنع ليزر. عندي مصنع مسدسات بس نبي مصنع ليزر. كل واحد كم اسمه يستهلك؟ المخطط يستهلك 88 كاباستر، 4 سب ستيشن. اوكي كاباستر مش بس السرعة اللي انا تصورت انه راح يتم انتاجه. بس شو الكهرباء عندي الحين وضعه؟ اتصور وايد
بس ما نحتاج، بس كان يقدر يروح زيادة. هاي بالنسبة لها حطه بشكل عام راح يكمل، مش قضية يعني. مشوا البطيء شوية. هذا شو بنسوي له؟ 1 2 3 انت هذا بيفرق وايد، ما ظن بيفرق وايد. نقدر نسوي سبيد مودل تحكم كلهم، بس ما بيعطيني بالنسبة لي الفرق اللي انا احتاجه. هاي كانت حاخذ اليوم باقي اجزاء الطاقة الشمسية، والحين استوى الناس سيستم الطاقة الشمسية على فكرة، ومش قضية يعني، بحطي زيادة عادي يعني. لا تخافون حطوا من هالسوالف عادي، ليش لا؟ نسوي 1 من هذا، اوكي بحطه عقب. بس شو بكنسل؟ كنسل السبيد مودلز، بكنسل هذا بعد ضربة، كنسل هذا بعد ضربة، بحطي هذا في الوسط. خلاص متى ما يبنونه يبنونه، ترى متى ما يبنونه يبنونه، مش قضية عادي يعني. كابسترز بيجي في الدرب، هذا بيجي في الدرب، سولار بانلز بيجون في الدرب، كل شي راح يجي في الدرب. سولار بانل عندنا اصلا؟ لا، بس عندنا سب ستيشن وايد اظني، سب ستيشن اظني وايد. وين صار سب ستيشن؟ موجود هنا ولا مش موجود؟ نو مش موجود سب ستيشن، بس ما عندي في لوجيستيك ريبير باك وايد. في شغلات احس ما عندي منها كمية كافية، بيباني دران سوالف وايد عندي ما بح. هذا شو قاعد يحطون؟ حبة 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 حبة، شوي شوي راح يتشرجها كباستر. لا ما عندي مشكلة كهرباء، انا اموري طيب، ودام اني اروم احط منها هاي اموري طيب اكثر. اني بادي فترة قبل، لاني اصلا اظني محتاج فترة قبل لا احتاج وايد كهرباء اكثر، اصلا بعد ما هذا قام انترسيو اجين. اويل اويل هاي شغالين، قام هذا اللين متروس واموري طيبة. لين هالفحم يخلص يكون عندنا خط الدعم احتياطية، يكون عندنا سولر. كم سولر بانل هني؟ والله قاعد يشيل كل شيء. هذا تقريبا بيفول عقب شوي، بعدين ما بيستهلك هذا. لا ممتاز ممتاز صراحة، انا اشوف انتاج ممتاز. حتى هذا الستيل قام يستوي جيد جدا، مو باحسن شيء في العالم بس زين يمشي حاله. هذا كانت حلقتنا اليوم، الحلقة اللي بنسوي ان شاء الله بحث العلمي للحرب وبسوي الليزر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.